السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة شوفان بالخضروات، يا رب تعجبكم ان شاء الله. والشوربة دي هيلسي قوي للناس اللي بتعمل دايت. تعالوا نشوف مع بعض المكونات: مرقة خضروات، زبدة، شوفان، جزر مبشور، كوسة مبشورة، وبصلة مبشورة. هنحط الزبدة على النار ونحط معاها معلقة زيت وننزل عليها بالبصلة ونشوحهم لحد ما البصلة تصفر شوية. هنحط عليها الشوفان ونقلبهم مع بعض. وكنت عايزة اقولك على حاجة، قللي كمية الشوفان اللي انتي هتستخدميها. انا هنا كنت مستخدمة كوباية، فانتي يعني كوباية شوفان استخدمي نص كوباية. وهننزل بالجزر عليها ونقلبهم، وبعد كده هننزل بالكوسة المبشورة عليها. هنقلبهم شوية مع بعض، وبعد كده هتكون عندك مية سخنة في الكتل، هننزل عليها بالمية السخنة. لو ما عندكيش كتل سخني اي حاجة على النار ونحط عليها المية بتاعتنا، وهنحط المرقة. انا كنت مستخدمة 2 جزرة مبشورة و2 كوسة مبشورة، عشان كده قلتلك قللي كمية الشوفان شوية. حطيت ملح، فلفل، حبهان، جنزبيل، حطيت ريحان مجفف، بيدي ريحة حلوة قوي للشوربة. وفي نوع من انواع البهارات عامل زي الفلفل الاسود كده اسمه كبابة، ده برضو بيدي طعم وريحة حلوة قوي قوي للشوربة. يا رب الاكلة تعجبكم، واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.